السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم حبيتي، بحبكم قد والله أكتر من الدنيا دي. أنتوا فعلا بتسعدوني جدا بكلامكم وتشجيعكم ليا وحبكم وتواصلكم معايا ودعمكم ليا. يا ربنا ما يحرمني من وجودكم في حياتي. النهارده ان شاء الله هنستخدم الخيط ده، وممكن تستخدمي اي خيط متاح عندك زي ما انا قايله شارحه في الفيديو ازاي تعرفي رقم الابره المتاحه وارقامي الجميله. وهنعمل الشال المثلث السهل ده اللي هيبتدي بس ب 11 سلسله مش اكتر من كده. عملنا قبل كده عملنا الشال المستطيل بتاعه، الغرزه دي هتلاقيها على القناه قناه فن وحيس، هتلاقي غرزه متعرجه الزجزاج نفس الزجزاج بتاع الشال ده، بس ده على مستطيله. ده ينفع الغرزه دي مستطيله، تنفع تعمليها مفرش، مفرش سرير، مفرش سفره، تعمليها بلوزه، تعمليها شال، تعمليها كوفيه. سهله وجميله وسريعه، مفيش اسهل من كده. وهنا النهارده هنعمل لكم المثلث بتاعها، وربنا ييسر ان شاء الله ويكون شرح خفيف عليكم، ويا رب اكون دايما حسن ظنكم. نبتدي بسم الله. بسم الله. هستخدم في المشروع ده خيط ليزا بيبي سكريم، ماشي. اي خيط بتجيبيه بيبقى مكتوب عليه هنا كم متر، يعني مثلا انت مش معندك نفس الخيط النوع ده في بلدك، بتشوفي كم متر وبتجيبي خيط مشابه لعدد الامتار فبيديكي تقريبا نفس الرفع. خلاص، هنا بيبقى مكتوب دايما، بيبقى مكتوب رقم الخيط في المربع. لو مش مكتوب، اولا بيكتب مكتوب طريقه الغسيل والاهتمام وكده، بيبقى مكتوب لك لو هتستخدمي ابره تريكو قد ايه، لو ابره كروشيه قد ايه. فهنا هيستخدم ابره كروشيه من رقم 2 لرقم 4 في المتوسط، وده بيفرق على حسب ايه؟ برضه سؤال بتساله، بيفرق في الغرزه انت بتعملي ايه؟ هل بتعملي لكلوك او حاجه محبوكه جامد فهتستخدمي اقل رقم في مكتوب عندك. لو بتستخدمي حاجه عايزاها فلافي وعايزاها خفيفه زي شال او حاجه مش محتاجه حبكه جامد او هتبقى تقيله قوي لو حبكتيها، هتستخدمي اكبر رقم. عايزه بقى حاجه بين الفلين، استخدمي ابره متوسطه. انا النهارده هستخدم ابره رقم 3. ليه انا بقول لك كده؟ علشان في ناس كتير بتقول مثلا انا ما عنديش نوعيه الخيط دي او عندي نوعيه ثانيه، فانت شوفي المعلومات اللي احنا كاتبينها، اللي احنا بنقولها انا او اي فيديو يعني اللي احنا بنقولها، كام الابره قد ايه وبتاع، فتشوفي حاجه تروح عند الراجل مش لاقي الخيط، هشوف خيط بيسمى نفس مقاس الابره بحيث ان انت تبقي عارفه. طبعا لو انت عارفه شغلك من زمان هتعرفي بالخبره انت هتستخدمي ابره كام. انا بقول للمبتدئين، ولو انت اول مره تشتغلي الكروشيه اصلا عندنا في القناه، طبعا انا في حبه باقي خيط هستخدمها الاول. لو انت مبتدئه في عندنا قايمه في القناه اسمها تعليم الكروشيه من البدايه، من اول ما تمسكي الابره ازاي تختاري الخيط، ايه نوع الخيط المناسب لايه وهكذا. همسك الخيط الفتله القصيره دي، هعملها كده، الفتله القصيره هي اللي لفوق، هدخل الابره من تحت كده اهو هنا، واسحب دي وانا بعيدها علشان الناس الجديده معانا. هعمل 11 سلسله هنا رقم السلاسل، وبعد شويه هحط لك رقم العداد هنا اللي هو اصلا هحط لك هنا كده باينه. تمام، هنعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، دول 11 سلسله. السطر رقم 1، السلسلة اللي في ايدي دي هشدها شوية كده، هاخد لفة باينة ولا ايه؟ باينة. هاخد لفة، هسيب اول سلسلة على الابرة وهدخل في تاني سلسلة هنا اهو كده، هاخد لفة لفة واخرج من حلقتين، لفة واخرج من حلقتين، وانا عملت عمود. هاخد لفة وادخل في السلسله اللي جنبيها، لفه واخرج، لفه واخرج من حلقتين، لفه واخرج من حلقتين، لفه وادخل في السلسله اللي بعديها، لفه واخرج، لفه واخرج من حلقتين، لفه واخرج من حلقتين، لفه وادخل في السلسله اللي بعديها، وهكذا لغايه اخر السطر. الشال ده ميزته ان انت بتشتغلي بالعرض مش بالطول، تمام، يعني تقدري توقفيه في اي
وقت العرض بتاعك وتعمليه وتتراجعي. هكمل لغاية اخر السطر في كل سلسلة عمود. عندك 10 اعمدة. اخر السطر هيبقوا 10. تمام؟ رقم 2 هعمل سلسلة. هشدها كده. هاخد لفة وهلف الشغل. العمود الاولاني ده هعمل فوقيه عمود. لفة عمود فوق العمود التاني. لفة عمود فوق العمود التالت. هو بالابرة تلاتة هيبقى حلو. بس ابرة تلاتة ونص هيبقى فلافي اكتر. فدي حاجة ترجع لك. ممكن توصلي لاربعة كمان. ماشي. اربعة. في العمود اللي بعده فوقيه 5. في العمود اللي بعديه 6. انا كده عملت 6 اعمدة. هعمل 2 سلسلة. هاخد لفة. هسيب عمودين من تحت واعمل عمودين فوق اخر عمودين عندي. ادي عمود وادي اللي بعده. بدخل فوق هنا اهو وبعمل عمود. ادي السطر رقم 2. رقم 3 هعمل سلسلة. اشد كده واخد لفة والف الشغل. فوق اول عمود هعمل عمود. فوق تاني عمود هعمل عمود. هعمل 6 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 سلسلة. هاخد لفة. هسيب من هنا الاتنين سلسلة دول واربع سلاسل عواميد من هنا. وعند اخر عمودين هعمل عمودين. ادي ادي 1 2 3 4 هسيبهم. وفي الخامس هدخل واعمل عمود. عشان كده انا اخترت ابرة صغيرة علشان الفتحات بتاعتي ما تبقاش كبيرة قوي. انت بعد الشغل والتدريب هتبقي عارفة قادرة تتحكمي اكتر انت هتستخدمي ابرة ايه او شغل ايه. ده رقم 3. رقم 4 هعمل سلسلة. اشدها كده وهاخد لفة وهلف الشغل. هعمل عمود فوق اول عمود هيقابلني. لفة عمود فوق العمود التاني. 2 سلسلة. هاخد لفة. هسيب هنا دول كان عندي 6 سلسلة. هسيب سلسلة 2 وفي رقم 3 هعمل عمود. وفي رقم 4 هعمل عمود. 2 سلسلة. هسيب اخر سلسلتين. هيبقى عندي اخر عمودين في السطر. هعمل فوق كل عمود عمود. ادي 1 وادي 2. تمام. ده السطر رقم 4. رقم 4 بس عشان اشتغل رقم 5 هعمل 1 2 3 4 5 سلسلة. اهي هي دي بس الزيادة عشان نبدأ نكبر الشغل. سطر رقم 5 هاخد لفة وهلف الشغل. هشد السلسلة اللي انا فيها دي شوية. تمام. هسيب سلسلة بعد الابرة يعني بعد اللي انا شدها دي. هسيب سلسلة وفي سلسلة رقم 2 انا هعمل عمود. انا كده زودت الزيادة بتاعتي عشان يبدأ يتدرج معي. لفة وهعمل في السلسلة اللي جنبيها عمود. لفة وفي السلسلة اللي جنبيها عمود. انا كده عملت كام؟ برافو. 3 اعمدة. لفة وفي السلسلة اللي اخيرة هعمل عمود. انا كده عملت 4 اعمدة. هعمل عمود فوق العمود اللي بعديها وعمود فوق العمود اللي بعديها. انا كده بقى عندي 6 اعمدة. ها
هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين، هعمل هسيب الاتنين سلسلة دول واعمل عمود فوق العمود اللي في النص ده وعمود فوق العمود اللي جنبه، اتنين سلسلة، وهعمل عمودين فوق اخر عمودين في السطر. الشغل في الاول بيبقى رفيع وصغير، بعد كده لما يبدا يكبر بقى بتحسي ان انت مبسوطه وسعيده. تمام، ادي السطر رقم 5 هيبان بعد كده. هعمل سلسله والف الشغل عمود فوق اول عمود، اساس 6، وعمود فوق تاني عمود، اتنين سلسلة، وعمودين فوق العمودين دول، ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هاخد لفة هسيب كل ده، وعند اخر عمودين هعمل عمود فوق كل عمود. ادي عمود، ادي التاني، رقم 7 هعمل سلسلة وهلف الشغل عمود فوق اول عمود، عمود فوق تاني عمود، اتنين سلسلة، هاخد لفة هسيب من السلاسل دي سلسلة اتنين، وفي رقم تلاتة هعمل عمود، وفي رقم اربعة هعمل عمود، وفي رقم خمسة هعمل عمود، وكده عملنا كام؟ تلاتة. وفي رقم ستة هعمل عمود، عندي عمودين هعمل فوق كل عمود عمود. اتنين سلسلة، وعندي اخر عمودين في السطر هعمل فوق كل عمود عمود. ادي واحد اتنين، سلسلة وهلف الشغل عمود فوق العمود، وعمود فوق تاني عمود، ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. هسيب الاتنين سلسلة دول واربع اعمدة، واحد اتنين تلاتة اربعة، وفي رقم خمسة هدخل واعمل عمود، وفي رقم ستة هدخل واعمل عمود، اتنين سلسلة، هسيب الفراغ ده واعمل عمود فوق العمود وعمود فوق العمود. تمام تمام، خلص 8، خلص 8، بس احنا عايزين نبدأ 9 على اكبر. هنعمل ايه؟ هنزود كمان 5 سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة، وده شكله، وهنقلب السطر اللي بعده 9. هاخد لفة وهلف الشغل، السلسلة اللي بعد الابرة هسيبها، وفي الاربع سلاسل الباقيين هعمل عمود في كل سلسلة. ادي عمود، وعمود في فوق السلسلة اللي بعديه، وعمود فوق السلسلة اللي بعديه، كده كام؟ تلاتة. وعمود فوق السلسلة اللي بعديه كده اربعة. عندي عمودين هعمل فوق كل عمود عمود، زي فين؟ زي السطر رقم 5. برافو. هعمل بعديها اتنين سلسلة، هسيب الفراغ ده وهعمل عمودين فوق العمودين. ادي واحد، ادي اتنين، اتنين سلسلة، وعندي هسيب هنا اتنين سلسلة من تحت، هنا واحد اتنين، وفي رقم تلاتة
هعمل عمود، وفي رقم 4 هعمل عمود، وفي رقم 5 هعمل عمود، وفي رقم 6 هعمل عمود. عندي آخر السطر عمودين، هعمل فوق كل عمود عمود لغاية اهو كده. تمام كده سطر رقم 9، هتبان الرسمة بعد شوية. رقم 10 سلسلة، وهلف الشغل. هعمل عمود فوق العمود، مش عايزة ارفعها قبل كده، عمود فوق اول عمود، عمود فوق تاني عمود، اتنين سلسلة، هسيب اتنين عمود، واعمل عمود فوق رقم 3، وعمود فوق رقم 4، هعمل اتنين سلسلة، هسيب اتنين سلسلة دول، واعمل عمودين فوق العمودين دول، ادي عمود وادي عمود. ستة سلسلة، واحد اتنين ترخيص بقى، تلاتة أربعة خمسة ستة، هاخد لفة، هسيب السلاسل وأربع أعمدة، واحد اتنين تلاتة أربعة، وفي رقم 5 هعمل عمود، وفي رقم 6 اللي هو الأخير هعمل عمود. وده شكل السطر رقم 10. 11 هعمل سلسلة وهلف الشغل. خلاص احنا عارفين كل البداية. اتنين هعمل عمود فوق العمود، وعمود فوق العمود اللي جنبه، اتنين سلسلة، هسيب من تحت اتنين سلسلة، وفي الاربع سلاسل اللي باقية هعمل اربع اعمدة. ادي اول عمود، وادي تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود. عندي عمودين، هعمل فوق كل عمود عمود، اتنين سلسلة، هعمل عمودين كل عمود فوق العمود اللي بعديها، عمود اتنين، اتنين سلسلة، عمودين فوق اخر عمودين، واحد اتنين. ده شكل السطر رقم 11. 12 هعمل سلسلة وهلف الشغل. عمود فوق اول عمود، عمود فوق تاني عمود، اتنين سلسلة، عمودين فوق العمودين دول، عمود فوق اول عمود، وعمود فوق تاني عمود. ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، هسيب الاتنين سلسلة، وهسيب عمود اتنين تلاتة اربعة، واعمل عمود فوق العمود الخامس، وعمود فوق العمود السادس، اتنين سلسلة، وهعمل عمودين فوق اخر عمودين، ادي واحد اتنين. انتهى السطر رقم 12، وده شكله، بس هزود عشان السطر اللي بعده. هعمل 5 سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة. هاخد لفة، هسيب السلسلة اللي بعد الابرة، وهعمل عمود فوق العمود التاني، عمود فوق العمود التالت، عمود فوق العمود فوق السلسلة الرابعة، سوري عمود، حد يحذرني طيب،
عمود فوق السلسلة الرابعة، وبعد كده عندي عمودين فوق كل عمود هعمل عمود. هعمل 2 سلسلة، عمودين فوق كل عمود، عمود عمود 2، 2 سلسلة، هسيب 2 سلسلة من تحت، 1 2، وفي السلسلة رقم 3 هعمل عمود، في 4 هعمل عمود، في 5 هعمل عمود، في 6 هعمل عمود. عندي عمودين هعمل فوق كل عمود عمود. هعمل 2 سلسلة، عمود فوق العمود ده، وعمود فوق آخر عمود، وكده السطر رقم 13. 13 سلسلة، وهلف الشغل، عمود فوق أول عمود، عمود فوق تاني عمود. 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. هاخد لفة، هسيب طبعا 2 سلسلة دول، وهسيب عمود 2 3 4، وفي رقم 5 هعمل عمود، وفي رقم 6 هعمل عمود. هعمل 2 سلسلة، عمود فوق العمود اللي هيقابلني، وعمود فوق العمود اللي بعده. 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. هسيب كل دول وهعمل عمودين فوق اخر عمودين، عمود فوق كل عمود يعني. ادي 1 وعمود فوق اخر عمود. سطر رقم 14. سلسلة، وهلف الشغل، عمود فوق أول عمود، عمود فوق تاني عمود. 2 سلسلة، هسيب من هنا 2 سلسلة. بصي بتلف دي سيكة بس عشان تعرفي تعدليها. 1 2 سلسلة، وفي سلسلة رقم 3 هعمل عمود، في سلسلة رقم 4 هعمل عمود، في سلسلة رقم 5 هعمل عمود، في سلسلة رقم 6 هعمل عمود. مش عايز تعملي عمود فوق العمود اللي هيقابلني، وعمود فوق العمود اللي جنبه. بقى عندي 6، هعمل 2 سلسلة، 1 2، هسيب الفرخته طبعا، وهعمل عمود فوق العمود، وعمود فوق العمود اللي جنبه. اتنين سلسلة، هسيب من هنا 2 سلسلة، وفي السلسلة رقم 3 هعمل عمود، في السلسلة رقم 4 هعمل عمود، في سلسلة رقم 5 عمود، في سلسلة 6 عمود. عندي عمودين في الاخر، هعمل فوق كل عمود عمود. هعمل سلسلة ولف الشغل، عمود فوق اول عمود، عمود فوق تاني عمود. 2 سلسلة، هسيب 2 عمود، وعمودين فوق اخر عمودين. ادي 1 2، 2 سلسلة، عمودين فوق العمودين،
ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة، هاخد لفة هسيب سلسلتين وهسيب اربع اعمدة، واحد اتنين تلاتة اربعة، وفي رقم خمسة هعمل عمود، وفي رقم ستة هعمل عمود، اتنين سلسلة وهعمل عمودين فوق اخر عمودين في السطر. كده السطر رقم 16 خلص، بس هعمل خمس سلاسل عشان السطر اللي بعده، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هاخد لفة هسيب سلسلة من بعد الابرة، وفي سلسلة رقم اتنين هعمل عمود، عمود فوق السلسلة اللي جنبيه اتنين، عمود فوق السلسلة اللي جنبيه تلاتة، عمود فوق السلسلة اللي جنبيه اربعة. عندي عمودين، هعمل فوق كل عمود عمود، اتنين سلسلة، هعمل عمود فوق العمود ده، وعمود فوق العمود اللي بعده، اتنين سلسلة، هسيب سلسلتين من تحت، وفي سلسلة رقم تلاتة هعمل عمود. في سلسلة رقم اربعة هعمل عمود، في سلسلة رقم خمسة هعمل عمود، في سلسلة رقم ستة هعمل عمود، اتنين سلسلة، لا انا لسه صح، المفروض يبقى ستة اعمدة، هعمل عمود فوق العمود وعمود فوق العمود، كده بقى ستة اعمدة، اتنين سلسلة، عمود فوق العمود وعمود فوق العمود، اتنين سلسلة، عمود فوق العمود وعمود فوق اخر عمود. سلسلة والف الشغل، عمود فوق اول عمود وعمود فوق تاني عمود، اتنين سلسلة، هعمل عمود فوق العمود اللي بعده وعمود فوق العمود اللي جنبه. عرفت الرسمة ولا لسه؟ ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، هسيب اتنين سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة عمود هسيبهم، وها في العمود رقم خمسة هعمل عمود وعمود فوق العمود اللي جنبه، اتنين سلسلة، هعمل عمودين فوق العمودين دول، ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، مفيش اكتر من ستات في الفيديو ده. هسيب اتنين سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة عمود هسيبهم، وفي اخر عمودين هعمل عمودين، ادي عمود وادي تاني. كده انا عامله لكم الشال المستطيل المثلث والمربع او المستطيل، ما عندكوش حجه. 13 سلسله وهلف الشغل، عمود فوق اول عمود، عمود فوق تاني عمود، اتنين سلسلة، هسيب اتنين سلسلة من تحت، واحد اتنين، وفي سلسلة رقم تلاتة هعمل عمود، في سلسلة رقم اربعة هعمل عمود، في سلسلة رقم خمسة هعمل عمود، في سلسلة رقم ستة هعمل عمود، هعمل عمود فوق العمود
عمود فوق العمود، اتنين سلسلة وعمود فوق العمود وعمود فوق العمود، اتنين سلسلة. هسيب اتنين سلسلة من هنا وهعمل عمود في السلسلة رقم تلاتة، عمود في رقم اربعة، عمود في رقم خمسة، عمود في رقم ستة، عمود في اول عمود، وعمود فوق تاني عمود، اتنين سلسلة وهعمل عمود فوق العمود اللي قدامي وعمود فوق اخر عمود، وكده خلص السطر رقم 19. كل ما يضرب السطر بيكبر معانا. عرفتي الرسمة شكلها ايه؟ هعمل سلسلة وهلف الشغل، عمود فوق اول عمود، عمود فوق تاني عمود. ده السطر كام قلنا؟ 20. ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة، وهاخد لفة. هسيب اتنين سلسلة واسيب واحد اتنين تلاتة اربعة عمدة. في العمود رقم خمسة هعمل عمود، في العمود رقم ستة هعمل عمود، اتنين سلسلة، واحد اتنين، هعمل عمودين فوق العمودين، ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة. هسيب اتنين سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة اعمدة، والعمود رقم خمسة هعمل عمود، والعمود رقم ستة هعمل عمود، اتنين سلسلة وهعمل عمودين فوق اخر عمودين عندي في السطر. حد ناسي حاجة؟ ادي السطر، بس قبل ما اخلصه هعمل خمس سلاسل عشان زيادة السطر اللي بعديه. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة، تمام؟ وعشرين، واحد وعشرين، هاخد لفة وهسيب السلسلة اللي بعد الابرة وهعمل عمود فوق العمود، فوق السلسلة الاولانية، وعمود فوق السلسلة التانية، وعمود فوق السلسلة التالتة، وعمود فوق السلسلة الرابعة. عندي عمودين، هعمل عمود وعمود جنبي كده، تمام. هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين، خلاص احنا حفظنا ولا ايه؟ هعمل اتنين عمود فوق العمودين دول، واحد، وعمود فوق العمود اللي جنبيه اتنين، اتنين سلسلة. هسيب سلسلتين، وفي سلسلة رقم تلاتة هعمل عمود، في سلسلة رقم اربعة هعمل عمود، في سلسلة رقم خمسة عمود، في سلسلة رقم ستة هعمل عمود، وفي عمود فوق العمود اللي هيقابلني، عمود فوق العمود اللي هيقابلني، اتنين سلسلة. هعمل عمود فوق العمود وعمود فوق العمود، اتنين سلسلة. هسيب اتنين سلسلة من هنا وعمود فوق السلسلة رقم تلاتة، عمود فوق السلسلة رقم اربعة، عمود فوق السلسلة رقم خمسة، عمود فوق السلسلة رقم ستة، وعمود فوق كل عمود من الاخر عمودين في السطر. ده سطر رقم 21، تكرار السطر رقم 17، تكرار السطر رقم 13، وهكذا. عرفتوا الرسمة ولا لسه؟ 20. سلسلة واحدة
هعمل عمود فوق اول عمود، عمود فوق تاني عمود، ستة سلسلة، لا اتنين سلسلة سوري، اتنين سلسلة، هاخد لفة، هسيب اتنين عمود وعمودين فوق اخر عمود، ادي واحد اتنين، اتنين سلسلة، وهعمل عمودين فوق العمودين دول، ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، هسيب اتنين سلسلة واربع اعمدة، واحد اتنين تلاتة اربعة، وعمودين فوق اخر عمودين، اتنين اتنين سلسلة، عمود فوق العمود وعمود فوق العمود اللي بعده، ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، هسيب الاتنين سلاسل دول، واحد اتنين تلاتة اربعة، وعمودين فوق اخر عمودين، عمود فوق كل عمود، وده السطر رقم 22 سلسلة، وهلف الشغل، عمود فوق اول عمود، عمود فوق تاني عمود، اتنين سلسلة، واحد اتنين، هسيب اتنين سلسلة من هنا، وفي سلسلة رقم تلاتة هعمل عمود، في السلسلة رقم اربعة هعمل عمود، في السلسلة رقم خمسة هعمل عمود، في السلسلة رقم ستة هعمل عمود، هلك زعلانة اهي، في السلسلة في العمودين اللي بعديها هعمل في كل عمود عمود، اتنين سلسلة، هعمل عمود فوق العمود اللي هيقابلني، عمود فوق العمود اللي هيقابلني، اتنين سلسلة، هسيب اتنين سلسلة من هنا، في سلسلة رقم تلاتة عمود، في السلسلة الرابعة عمود، في السلسلة الخامسة عمود، في السلسلة السادسة عمود، وعمود فوق أول عمود، وعمود فوق تاني عمود، اتنين سلسلة، واحد اتنين، عمود فوق العمود، عمود فوق العمود اللي بعده، اتنين سلسلة، وعمودين فوق آخر عمودين في السطر، وده شكل السطر رقم 23. نكرر، هنفضل نكرر، هيفضل يكبر 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 معاكي، ده هيديكي عرض الشال، كده ارتفاع الشال اللي هو الطول، يعني دي المنطقة اللي على الكتف، وكده الارتفاع من عند الرقبة لحد الطول في الظهر، ده الظهر، تمام؟ كل اللي احنا هنعمله هنكرر، بصي السطر من ده، ده اقول لك الرقم اسهل مثلا، يعني من السطر رقم 9 10 11 12 خلاص، وال 13 تكرار التسعة، فهمتي؟ مثلا هنا 5 6 7 8 وال 9 تكرار الخمسة، فهمتي؟ 9 10 11 12 13، ال 13 تكرار التسعة، 13 14 15 16 17، 17 تكرار ال 13، ماشي، 13 14 15 16 17، ال 17 تكرار ال 13، وهكذا دواليك تواليك تواليك، هنفضل نزود 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 نزود. اهي بصي رسمه كده من قدام كده، اللي هي كده 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 كده، اهي شايفاها، او تعمليها كده تديكي شكل مختلف تماما، خلاص هنفضل بقى نشتغل ونكرر نكرر نكرر لغايه الطول اللي احنا عايزينه، وصلنا للطول اللي عايزينه ستوب، ونبدا نعمل تراجع علشان نظبط الغرز، هنعمل عكس الشغل ده.
تسعة مثلا، مش شرط التسعة بس، قصدي يعني التكرار. تسعة وعشرة، خلينا في رقم اقل عشان الارقام عندي تنفع. مثلا خمسة والستة والسبعة والتمانية والتسعة. تسعة ده تكرار الخمسة، يبقى الاربع سطور دول والسطر الخامس هو تكرار السطر الاولاني. هنفضل نشتغل الشغل لغايه ما الطول اللي احنا عايزينه زي ما قلت لكم، وبعد كده تقفي، هعمل لك النص الثاني من الفيديو علشان ما يبقاش طويل بزياده. ازاي هنكمل ونخلص ونفنش الشال ان شاء الله. يا رب يكون سهل عليكم. لايك وشير للفيديو، احبكم جدا، اشوفكم على خير حبايبي، نفسي فعلا اشوفكم بجد ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.